نروح نشوف التقرير ده مع فريق 2003 وآخر الاستعدادات لاستكمال بطولة الجمهورية. قرار الرجوع التوقيف الدوري ده ما كناش متوقعين في الوقت اللي حصل، لكن الحمد لله كل اللي بيجيب ربنا خير. دلوقتي قرروا يرجعوا الدوري بداية قبل رمضان بأسبوعين تقريبا، لكن ما اعرفش هم فكروا ازاي هيتم الموضوع، هيتم ازاي ماتشات بالليل في رمضان، ولا يعملوها ازاي. معظم الملاعب ما فيهاش امكانيات الاضواء عشان ماتشات تتلعب بالليل. بناء على الجدول اللي جال لنا بدأنا نستعد نفسنا لبداية الدوري على يوم 2/4 بإذن الله. لعيبتنا كلها بدأت تحضر التمرين، كابتن شرف أخي عزيز ورجل محترم وكان معانا هنا بيشتغل معانا بكل حب بكل تقدير، بنحبه وهو بيحبنا. الحمد لله عدينا فترة كويسة بيه ووصل الفرقة لمرحلة كويسة جدا. فحتى الفترة الأخيرة دي احنا بنكمل نفس البرنامج اللي كنا ماشيين عليه أنا وكابتن شرف، فربنا يكرمنا ان شاء الله اللي جاي يكون احسن. هو بنتمنى له الخير طبعا، دايما في اي مكان يتواجد نتمنى له الخير، ربنا يكرمه ويوفقه. ان دي خطوه دي لازم تبقى موجوده لينا كلنا، مش كابتن شرف بس، قال اي مدرب في القطاع الناشئين عنده طموحات يطلع فريق الاول في اي فرقه سواء الممتاز بي او ممتاز عشان يشتغل هنا، وده المستقبل والطموحات المدربين. زي ما اللعيبه عندهم طموحات دي، مدربين برده عندهم طموحات. مش عارف اقيم الموسم ده، الموسم ملخبط من أول خالص. حتى من بداية الدوري أنا ما كنتش فاهم موضوع الثلاث مجاميع، إذا دوري جمهورية ثلاث مجاميع ليه؟ من بداية كان مفروض يتلعب دوري زي ما بيتلعب، مجموعة واحدة رايحة جاية زي ما بنشتغل. احنا جينا في أول موسم الجهاز اتغير كله عن السنة اللي فاتت، فكان كابتن شرف ضمينا 2003 على 2004 زي ما حضراتكم عارفين. كان الموضوع كان صعب علينا كلنا، الناس زمايلنا اللي مشيت وزمايلنا اللي موجودين كنا حوالي 90 واحد، فكابتن شرف وكابتن اسحاق عملوا مجهود معانا جبار فصفونا ل 30 واحد. فبعد كده جه نظام اللي هو الثلاث مجاميع دوت، بصراحه احنا كنا متلخبطين بس الحمد لله الدنيا مشيت. والله اول حاجه وكان اب لينا كلنا واخ كبير وربنا يكرمه ان شاء الله مع الانتاج الحربي الفريق الاول. بصراحه هو كان وصل معانا المرحله ان الفرق كلها في الدوري كانت عامله لنا احترام جامد جدا عن السنين اللي فاتت، في اختلاف جامد. الحمد لله الفرق كلها كانت بتتكلم عننا، احنا رايحين نلعب الاهلي، لا ده احنا خايفين. حتى احنا رايحين للفرق بره الكلام كان بيجي لنا من بره، احنا خايفين من الاهلي غير السنين اللي فاتوا، من التيم ده اقوى. فكان نوصل معاه لمرحله اللي هو الفورمه العاليه جدا، ولما مشى بصراحه التيم كله زعلان، الفريق كله زعلان، فده مأثر فينا. بس ان شاء الله احنا وعدناه قبل ما اخر مره اتكلم معانا هنا، وعدناه ان شاء الله احنا قدها ورجاله، وزي ما عودناه في اول الموسم هنجيب البطوله ان شاء الله. البطوله عندنا السنه اللي فاتت انا اتصبت جالي صليبي فتعالجت في النادي يعني، والحمد لله رجعت السنه دي كويس. ومع كابتن شرف كنا اكتر من 90 واحد اتصفينا، في ناس مشيت وفي ناس قعدت كتير، فكابتن شرف يعني بصراحه ما عمره ما ظلم حد. والسنه دي يعني الحمد لله كنا ماشيين كويس، وقبل ما الدوري توقف كنا ماشيين كويس وكنا عمالين نكسب، فالدوري توقف فتره وبعد كده رجع تاني، فمش الدنيا كانت متلخبطه يعني. انا جبت السنه دي 4 اهداف في المقاولين كلهم اهداف فوز يعني، واتصعدت مع 2001 مع كابتن سيد غريب وكابتن معتز زينو. فالحمد لله يعني بدايه كويسه، راجع من اصابه بقالي سنه ما بلعبش، فالحمد لله يعني رجعت السنه دي جبت 4 اهداف و ده مبشرة يعني الحمد لله. كابتن شرف عمره ما ظلم حد فينا خالص، كان كل واحد واخد حقه، واحنا التيم كله كان زعلان على كابتن شرف يعني مش وكده، بس ربنا يكرمه ان شاء الله في الانتاج يعني ويعملوا نتائج كويسه يعني. بتمنى ان انا باذن الله ابقى مع الفريق الاول واخد فرصتي مع الفريق الاول، وباذن الله احنا وعدين كابتن شرف قبل ما يمشي السنه دي ان البطوله بتاعتنا ده هدفنا الاول باذن الله ان احنا ناخد البطوله، وباذن الله تصعد فريق الاول يعني ان شاء الله. السنه اللي فاتت ديت ما كنتش بلعب خالص، فلما ضموا 2003 2004 كابتن محمد شرف جه وبص على الفرقه كلها ويعني لما جه اختار العصر اختار اللي هم المميزين، والحمد لله يعني كابتن محمد شرف بص عليا جامد واللي هو يعني بص كويس وشاف الميزه اللي فيا وحب يطورها ويعني لمع شويه من الاخطاء وكده، والحمد لله يعني بقت من العناصر المميزه في الفرقه. وكابتن محمد شرف اداني فرصه والحمد لله يعني مسكت فيها
بقيت من الاساسيين في الفرق. والله كانت مفاجاه اصلا ان هو المفروض الدوري يبقى دور واحد، بعدين لما عملوا ثلاث مجاميع ولعبنا وعملت التصفيات الحمد لله، فلما جم وقفوا الثاني فاحنا خلاص فتركيزنا راح اللي هو هناخد بقى الاجازه، بس لما جم قعدوا معانا وقالوا احنا هنبدا ثاني، فالحمد لله يعني بدانا نركز ونرجع ثاني زي الاول، وان شاء الله ناخد البطوله. واتكلمنا مع كابتن بيبو، وكابتن بيبو كان بيحفزنا دايما ان احنا ناخد البطوله ان شاء الله، ان شاء الله الدرجه الاولى باذن الله، ان شاء الله البطوله بتاعتنا. دي كانت اخر استعدادات فريق 2003 لاستكمال بطوله الجمهوريه اللي هيبتدوها بمباراه قويه امام نادي الزمالك. وايضا كمان بنتمنى التوفيق للكابتن محمد شرف، محمد شرف المدير الفني لفريق 2003 اللي رحل لنادي الانتاج الحربي في الدوري الممتاز، يعني عشان يكون مساعد مع كابتن احمد كشري. كابتن محمد شرف من ابناء الاهلي المخلصين اللي عمل شغل رائع السنه دي مع فريق 2003، وايضا كمان عمل شغل رائع على مدار سنوات طويله في النادي الاهلي، خرج فيها لاعبين مميزين للفريق الاول. فمن هنا بتمنى له كل التوفيق، ان هو فعلا شخصيه محترمه جدا، وايضا كمان يعني مدير فني ومدرب على مستوى عالي. ودايما النادي الاهلي بيخرج زي ما بيخرج لعيبه كمان للدوري الممتاز، بيخرج ايضا كوادر ومدربين ومديرين فنيين لكل انديه الدوري الممتاز، فنتمنى له التوفيق باذن الله.